هذا الموضوع. شكرا. في الحقيقة أنه بالنسبة للعمل الوزارة في الاستعداد لشهر رمضان، الحق هو بدينا من بكري برشا، دونك بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الفلاحة ولا وزارة الصناعة والهياكل المهنية الكل. دونك كالعادة عملنا برمجة على مستوى توفير الإنتاج، على مستوى المستويات الإنتاج اللي نجموا نوفروها فيما يخص خضر والا منتجات فلاحيه ككل والا مواد مخزونات استراتيجيه. بالنسبه للمنتوجات اللي لقينا فيها نقص كما مثلا الخضر في ماده البطاطا، الحق انه تم اللجوء لتعديل العرض من خلال الترخيص في توريد كميات لتعديل العرض، حتى نعرفوا انه المنتوج المنتجات الفلاحيه تقاضي ما مرتبطه بالمياه الري والظروف المناخيه.